السلام عليكم الخوت والخواتات واللي متبعينا في القناة. احنا وصلنا للكمام، ركبت هذا الكم هذا هانتوما كتشوفوا كارويات، هذاك الشيء مقاد الحمد لله، كل شيء جا مزيان. دابا ان شاء الله غادي نركب معكم الكم الثاني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاد الكم هذا كان طويه في هاد الكرة اللي فوقاني، كنطوي على هاد الكران وكنجيبو حتى لهنا قود هاد القطعة الصغيرة. هذا هو الحد ديال لومبي من هنا لهنا. كنخليه هنايا نص سنتيم، كنخليه هنا نص سنتيم، ولكن اللي كنبغي ندوز الماكينه عليكم، كندخل على هذا النص سنتيم هذا باش ما يبانش الخيط البيض لبرا، حيت هنا الا درت سنتيم عاوتاني ملي ندخل غادي نشد اكثر من سنتيم، وانا هنا خصني نشد غير سنتيم ولا سنتيم قل شويه. كنعبر هاد المسافة هادي، هنا عندي 22، وهادي كندير لها حتى هي هكا، وغير كنقرب، المهم تكون قريبة سميتو هي 23. نزيد واحد شوية دلومبي، دابا غادي نبدا التركاب وعاد نبقى الرجل هاد سميتو. المهم هادي راه الطريقة هادي راه كتسهل عليا في لومبي، كتسهل عليا مزيان ملي كنجي ندير لومبي كنلقاه كاين بعدا وكيجي مفرق مقاد. دير ستوب،
إذا كان لكم الآخر ديال الشمال كنخلي الخيط هنا طويل من هاد الجهة، وإذا كان ديال اليمين كنخليه طويل من هنا، حيت لأن هذا دابا في التركاب غادي يجي جاي من هنا، الجهة اللي كنكون جاي منها ما يكونش فيها هذا اللي كيجمع اللومبي، باش إذا بغيت نطلق. الكم ديالي راني مقاد ليه الكارويات، يعني غادي نجي غير لهنا، هانتوما الخط مع الخط، وغنحط الكم ديالي وغادي نبدا نخدم.
دابا غادي نحيدو هاد اللومبي بالمصلوح ان شاء الله ونركبو السيجار ونركبو تبطين فيني ولكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.